احتلت مصر المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متفوقة على تركيا وإسرائيل بحسب تصنيف أجراه موقع جلوبال فاير باور العسكري، وجاءت بالمرتبة التاسعة عالميا بامتلاكها 1092 طائرة حربية متنوعة، متفوقة على تركيا التي جاءت عاشرة وعلى إسرائيل التي حلت في المرتبة الثامنة عشر عالميا، ومن الدول العربية التي تلت مصر في الترتيب من ناحية عدد طائرات القوات الجوية السعودية التي حلت ثانية عربيا وفي المرتبة الثانية عشر عالميا، تلتها الجزائر ثالثة عربيا في المرتبة الحادية والعشرين عالميا.